هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لملف مصلحه الضرائب المصريه. يمكن زي ما قلت لحضراتكم الملف ده مفتوح معانا دايما في حال بلدنا عشان نفهم وتحديدا كمان التحول الرقمي اللي بيحصل او التحول اللي بيحصل في استراتيجيه مصلحه الضرائب المصريه عامه، سواء في خدمه ممولين او زي ما قلت لحضراتكم في التحول الرقمي. وكنا وصلنا في اخر الملف للفواتير الالكترونيه. كان عندي جدول زمني من خلال متابعتنا للملف، يعني اعتقد كان ينتهي 6/2023 كل الشركات تكون مسجله داخل منظومه الفاتوره الالكترونيه. في بعض تصريحات لوزير الماليه دكتور محمد معيط عن انضمام الشركات كلها ان شاء الله في ديسمبر هذا العام، يعني في نهايه 22. خلينا نفهم اكتر الشركات كلها هتنضم ازاي، وخاصه ان هم كانوا مقسمينها تقريبا شرائح طبقا للمحافظات. نفهم مين اللي هينضم، نفهم عدم الفائده من الانضمام، او ايه العقوبات كمان اللي ممكن تطبق لو ما تطبقتش الفواتير الالكترونيه. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور محسن الجيار، مدير خدمه الممولين بمصلحه الضرائب المصريه. يا دكتور مساء الفل. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك والساده المستمعين. الجدول الزمني اللي كان عندي يا دكتور، المفروض تباعا بتخش الشركات، كان اول حاجه تقريبا 134 شركه اللي دخلوا، وصولا ل 6/2023 يكون كله دخل. هو 6 ولا ديسمبر؟ لا الحقيقه هو اللي تم الاعلان عنها كانت في الفاتوره الالكترونيه في 6/2020. تمام. ومؤخرا اخر مرحله كانت المرحله السابعه، كانت تطبيقها على القاهره الكبرى والجيزه والقليوبيه في 15/6/22. وان شاء الله اطلقنا المرحله الثامنه والاخيره في منظومه الفواتير الالكترونيه، واللي هتنتهي ان شاء الله في 15/12/2022. وزي ما حضرتك تفضلت من شويه ان المرحله الثامنه متقسمه الى اربع مراحل فرعيه على حسب المحافظات. اسمح لي ان انا اقولهم لحضرتك. المرحله الفرعيه الاولى هتطبق ان شاء الله في اسكندريه والبحيره ومرسى مطروح، ودي ان شاء الله هتنطلق في 15/9/22. المرحله الفرعيه الثانيه هتطبق الفاتوره الالكترونيه في الشرقيه وفي الغربيه وكفر الشيخ والمنوفيه ودمياط، وان شاء الله تاريخ الالزام 15/10/2022. المرحلة الفرعية الثالثة في الدهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتاريخ الإلزام 15/11/2022. والمرحلة الفرعية الرابعة والأخيرة إن شاء الله هتطبق في الفيوم وأسيوط وسوهاج والمنيا وإما وبني سويف والوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وكل الممولين اللي ما أصدرش ليهم قرارات، وإن شاء الله هتنطلق المنظومة عندهم في 15/12/2022. وان شاء الله بمثابه التاريخ ده ورود هيبقى كده طبقنا منظومه الفواتير الالكترونيه اللي بتحصر كل التعاملات التجاريه اللي بتتم ما بين المنشات بعضها البعض. بالظبط، اللي هي بي تو بي. طيب اللي هيقع بقى من الاربع مراحل اللي حضرتك قلتهم دول، هل فتح لهم وقت مثلا؟ يعني هل من 15 ديسمبر لنهايه ديسمبر ده بقى لو اي حد ما سجلش في خلال الاربع مراحل دول ممكن يقدر في ال 15 يوم دول؟ عايز اكد على حضرتك ان التواريخ دي هي تواريخ نهائيه لتلك المحافظات، يعني على كل ممول في كل تاريخ انا ذكرته ان هو يبتدي ياخد الاجراءات الخاصه به قبل تاريخ الالزام، لان بعد تاريخ الالزام هيكون مسؤول عن اصدار كل فواتير البيع بتاعته خلال منظومه الفواتير الالكترونيه. وخليني كده اراجع مع حضرتك خطوات الانضمام للمنظومه. عليه ان هو يخرج توقيع الكتروني، وكمان ان هو يقوم بعمليه التسجيل الذاتي من خلال الويب سايت، وكمان يكود السلع والخدمات الخاصه بالمنتجات الخاصه بيه، واذا كان يمتلك اي ار بي سيستم عليه ان هو يربط الاي ار بي سيستم الخاص بيه بمنظومه الفواتير الالكترونيه. واحنا في مصلحه الضرائب الحقيقه عاملين تجهيزات متنوعه في كل انحاء جمهوريه مصر العربية من خلال المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب. نعم، فهم يعني يا دكتور؟
بالظبط كده، علشان يساعد الممولين لعملية التوعية وتقديم النصيحة وتقديم الخدمات الخاصة بعملية التسجيل. بالإضافة لكده احنا عاملين ندوات شبه يومية على موقع مصلحة الضرائب المصرية على الممول ان هو يحضر معانا في الندوة بشكل مجاني، وهنوجهه ايه الخطوات الرئيسية في عملية الانضمام. خلاف الخط الساخن بتاعنا 16395 يقدر يتواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية علشان خاطر يساعده في عملية التسجيل والانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية. دكتور انت عارف معلش انا رخم شوية، طب اللي هيوقع برضه ما يلحقش يسجل، ايه شكل الغرامات او العقوبات اللي ممكن تقع عليه؟ هو الحقيقة مادة 71 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد أقرت عقوبة على عدم إصدار الفواتير البيع بشكل إلكتروني، والعقوبة بحد أدنى 20,000 وبحد أقصى 100,000 جنيه. إنما مش هيبقى في حاجة في استعدادات الملف نفسه، يعني مثلا تكاليفه ومصروفاته مش هتحسبها إلا بالفواتير بس، فغير كده هيبقى في هادر مثلا ليها في تفاصيل المحاسبة نفسها؟ ده احنا كده بنتكلم على فواتير البيع، وطبعا زي ما حضرتك وضحت ان فواتير البيع بالنسبه لشركتك هي تعتبر فواتير شراء بالنسبه للشركات الاخرى. فعلا صدر قرار لمعالي الوزير مؤخرا وهو ان عدم الاعتداد بالفواتير كمصروفات وكمدخلات الا لو كانت تلك الفواتير فواتير الكترونيه، علشان ادخلها جوه التكاليف واجبه الخاص، لان اقرار ضريبه الدخل بتتحسب الضريبه على صافي الربح اللي هو الايرادات ناقص المصروفات. فاذا كانت المصروفات بفواتير الكترونيه فهيعتد بخصمها، اما اذا كانت المصروفات بفواتير ورقيه فلا هيعتد بخصمها وهيتم هدرها، وبالتالي هيفقد الممول جزء كبير من الميزه اللي في خصم المدخلات بتاعته في ضريبه الدخل. ده الكلام ده هيتطبق ان شاء الله من 1/4/23، يعني هيتاثر في الايقاف الضريبي لعام 23. خلينا يا دكتور انتهز فرصه وجود حضرتك معايا ونروح لينا احنا بقى كمستهلكين، ونروح لبي تو سي او الايصال الالكتروني بقى. انا عارف ان تم تنفيذه بالفعل وبعض الشركات برضو بدات، وصلنا فيه لفين؟ احنا الحمد لله انطلقت المرحله الاولى في منظومه الايصال الالكتروني في 1/7/22، وانضم الحمد لله ما يتجاوز ال 150 ممول في منظومه الايصال الالكتروني. احنا دلوقتي في المرحله الثانيه في الانضمام لمنظومه الايصال الالكتروني، ومناسبه ان انا حضرتك عامل معاك مداخله، الحقيقه احنا مصلحه الضرائب النهارده خصصت لل 400 ممول اللي المفروض ينضموا الى منظومه الايصال الالكتروني ان شاء الله في 1/10 المقبل، ندوات فنيه بتساعدهم في عمليه الربط الفني، وبتساعدهم في عمليه التجهيز لمنظومه الايصال الالكتروني، وعملنا لينك ان من خلاله يقدر الممول ينضم الى الندوه علشان نقدر نساعده بشكل مباشر. المرحله الثانيه ان شاء الله هتنطلق في 1/10 المقبل باذن الله تعالى، وهي عباره عن 400 ممول من القاهره الكبرى والاسكندريه، وتم التواصل معاهم من خلال الايميل ومن خلال المكالمات المباشره عن طريق الفون. المرحله الثالثه ان شاء الله هتنطلق باذن الله في 15 يناير 23 عن 2000 ممول موجودين في القاهره الكبرى والاسكندريه. اما المرحله الرابعه فهتكون على مستوى القاهره الكبرى والاسكندريه، والمرحله الخامسه والاخيره هتكون في باقي محافظات في جمهوريه مصر العربيه. خليني اكد لحضرتك ان انتهاء منظومه الايصال الالكتروني ان شاء الله في 15/7/25 باذن الله تعالى، ويبقى كده اكتملت منظومه الايصال الالكتروني. خليني اقول لك يا دكتور بعض التساؤلات جات لنا من اول ما اتكلمنا عن موضوع الايصال الالكتروني. طب ماشي، انا اطلب من مين دلوقتي؟ يعني انا كمستهلك لازم اعرف ايه الشركات مثلا اللي تم تطبيقها عشان اطلب منها الايصال الالكتروني، او شركات الخدمات، ولا لسه المرحله دي ما وصلناهاش؟
لا احنا فعلا يا فندم عاملين لينكات خاصه بالانضمام لمنظومه الايصال ومنظومه الفواتير الالكترونيه، واللينكات دي احنا تم الاعلان عنها على الصفحه الرسميه لمصلحه الضرائب المصريه على الفيسبوك وعلى تويتر. يقدر اي مواطن او اي ممول يقدر يخش على اللينك ويتم الاطلاع على تلك الشركات. بالاضافه لكده احنا في بياناتنا الصحفيه اللي اصدرتها مصلحه الضرائب اعلنا عن ال 153 شركه على منظومه الايصال الالكتروني، وده بيسهل بشكل كبير ان اي مواطن يعرف اي شركه انضمت الى منظومه الايصال الالكتروني. شكرا جدا صديقنا العزيز دكتور محسن الجيار مدير خدمه الممولين بمصلحه الضرائب المصريه على الايضاح الدائم والتواصل معنا اول باول، واي استفسارات ممكن خلال الارقام رسائل حضراتكم ونبعتها الصراحه للدكتور محسن بيرد بمنتهى الشفافيه. خلصنا حلقتنا، ولكن في اشاعه برضو ظهرت دلوقتي نقولها بالمره، يمكن المركز الاعلامي مشكورا لمجلس الوزراء بيرد اول باول عن بعض الاشاعات خاصه طبعا بولادنا في الثانويه العامه عن منح كافه الطلاب الراسبين بامتحانات شهادات الثانويه العامه لعام 21-22 درجه فعلية في امتحان الدور الثاني. خلينا نشرح لحضراتكم، يمكن الاشاعه رد عليها المركز الاعلامي بالتواصل طبعا مع وزاره التربيه والتعليم. الطلاب اللي رسبوا في ماده او مادتين او الطلاب اللي تغيبوا بعذر مسبق من الوزاره نتيجه ايا كان من الاعذار المحدده، دول اللي هيخشوا الامتحان الدور الثاني وممكن ياخدوا الدرجه الكامله للامتحان. انما الطلاب الطلاب اللي اعتذروا بعذر مقبول دول اللي هياخدوا الدرجه الكامله، انما الطلاب اللي رسبوا عادي في ماده او مادتين او تغيبوا بعذر غير محدد للوزاره دول هياخدوا ال 50% من الدرجه، يعني هيخش الامتحان ايا كان درجته هتبقى ايه هو هياخد 50% بس من الدرجه. اللي محدد بقى قبليها نتيجه لا قدر الله عنده كورونا اي حاجه وعامل سبب لغيابه ده اللي ممكن يخش للدرجه الكامله. الاشاعه نازله ان اي حد هيخش دلوقتي من الامتحان الدور الثاني هياخد درجه كامله، لا هو اللي بعذر مقبول بس. خلصنا حلقتنا النهارده، هنكمل معاكم بكره ما عندناش وقت تاني، النهارده نكمل لموضوع الدليفري والتامين على كل اخواتنا اللي بيشتغلوا في الدليفري والتوصيل ببروتوكول مهم جدا من وزاره التضامن، هنحاول يكون موجود معانا بكره ان شاء الله دقايق، وهيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه الدقيقه الاولى للرابعه.